إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. ولد محمد متولي الشعراوي في 15 من شهر إبريل عام 1911 بقرية دقادوس مركز ميت غامر في محافظة الدقهلية، وقد حفظ القرآن الكريم في 11 من عمره في عام 1922. التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري وأظهر نبوغا منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم، ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظي بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسا لاتحاد الطلبة ورئيسا لجمعية الأدباء بالزقازيق، وكان معه في ذلك الوقت الدكتور محمد عبد المنعف شاعر طاهر أبو فاشا، والأستاذ خالد محمد خالد، والدكتور أحمد هيكل، والدكتور حسن جاد، وكانوا يعرضون عليه ما يكتبون. كانت نقطة تحول في حياة الشيخ الشعراوي عندما أراد والده إلحاقه بالأزهر الشريف بالقاهرة، وكان الشيخ الشعراوي يود أن يبقى مع إخوته لزراعة الأرض، ولكن إصرار الوالد دفعه لاصطحابه إلى القاهرة ودفع المصروفات وتجهيز المكان للسكن، فما كان منه إلا أن اشترط على والده أن يشتري له كميات من أمهات الكتب في التراث واللغة وعلوم القرآن والتفاسير وكتب الحديث النبوي الشريف كنوع من التعجيز حتى يرضى والده بعودته إلى القرية، لكن والده فطن إلى تلك الحيلة واشترى له كل ما طلب قائلا له: أنا أعلم يا بني أن جميع هذه الكتب ليست مقررة عليك، ولكني آثرت شراءها لتزويدك بها كي تنهل من العلم. وهذا ما قاله الشيخ الشعراوي في لقائه مع الصحفي طارق حبيب. التحق الشيخ الشعراوي بكلية اللغة العربية عام 1937، وانشغل بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية، ومن الأزهر خرجت المنشورات التي تعبر عن سخط المصريين ضد الإنجليز المحتلين، ولم يكن معهد الزقازيق بعيدا عن قلعة الأزهر في القاهرة، فكان يتوجه وزملاؤه إلى ساحات الأزهر وأروقته ويلقي بالخطب، مما عرضه للاعتقال أكثر من مرة، وكان وقتها رئيسا لاتحاد الطلبة عام 1934. تزوج الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو في الثانوية بناء على رغبة والده الذي اختار له زوجته، ووافق الشيخ على اختياره لينجب 3 أولاد وبنتين. الأولاد هم سامي وعبد الرحيم وأحمد، والبنتان هما فاطمة وصالحة. وكان الشيخ يرى أن أول عوامل نجاح الزواج هو الاختيار والقبول من الطرفين والمحبة بينهما. تخرج الشيخ عام 1940 وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943. بعد تخرجه عين الشعراوي في المعهد الديني بطنطا، ثم انتقل بعد ذلك إلى المعهد الديني بالزقازيق، ثم المعهد الديني بالإسكندرية، وبعد فترة خبرة طويلة انتقل الشيخ الشعراوي إلى العمل في السعودية عام 1950
ليعمل أستاذا للشريعة في جامعة أم القرى. اضطر الشيخ الشعراوي أن يدرس مادة العقائد رغم تخصصه أصلا في اللغة، وهذا في حد ذاته يشكل صعوبة كبيرة، إلا أن الشيخ الشعراوي استطاع أن يثبت تفوقه في تدريس هذه المادة لدرجة كبيرة لاقت استحسان وتقدير الجميع. وفي عام 1963 حدث الخلاف بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين الملك سعود، وعلى إثر ذلك منع الرئيس جمال عبد الناصر الشيخ الشعراوي من العودة ثانية إلى السعودية، وعين في القاهرة مديرا لمكتب شيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن مأمون. ثم سافر بعد ذلك الشيخ الشعراوي إلى الجزائر رئيسا لبعثة الأزهر هناك، ومكث بالجزائر حوالي 7 سنوات قضاها في التدريس. وأثناء وجوده في الجزائر حدثت نكسة يونيو عام 1967، وقد سجد الشعراوي شكرا لأقصى الهزائم العسكرية التي منيت بها مصر، وبرر ذلك في حرف التاء في برنامج من الألف إلى الياء بقوله بأن مصر لم تنتصر وهي في أحضان الشيوعية، فلم يفتن المصريون في دينهم. وحين عاد الشيخ الشعراوي إلى القاهرة وعين مديرا لأوقاف محافظة الغربية فترة، ثم وكيلا للدعوة والفكر، ثم وكيلا للأزهر، ثم عاد ثانية إلى السعودية حيث قام بالتدريس في جامعة الملك عبد العزيز. وفي نوفمبر عام 1976 اختار السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء آنذاك أعضاء وزارته، وأسند إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر. فظل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر عام 1978، اعتبر أول من أصدر قرارا وزاريا بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر وهو بنك فيصل، حيث أن هذا من اختصاصات وزير الاقتصاد أو المالية الذي فوضه ووافقه مجلس الشعب على ذلك. وفي سنة 1987 اختير عضوا بمجمع اللغة العربية. في عام 1954 كانت هناك فكرة مطروحة لنقل مقام إبراهيم من مكانه والرجوع به إلى الوراء حتى يفسح المطاف الذي كان قد ضاق بالطائفين ويعيق حركة الطواف. وكان قد تحدد أحد الأيام ليقوم الملك سعود بنقل المقام. وفي ذلك الوقت كان الشيخ الشعراوي يعمل أستاذا بكلية الشريعة في مكة المكرمة، وسمع عن ذلك واعتبر هذا الأمر مخالفا للشريعة، فبدأ بالتحرك واتصل ببعض العلماء السعوديين والمصريين في البعثة، لكنهم أبلغوه أن الموضوع انتهى وأن المبنى الجديد قد أقيم. فقام بإرسال برقية من 5 صفحات إلى الملك سعود عرض فيها المسألة من الناحية الفقهية والتاريخية. واستدل الشيخ في حجته بأن الذين احتجوا بفعل الرسول جانبهم الصواب، لأنه رسول ومشرع وله ما ليس لغيره، وله أن يعمل الجديد غير المسبوق. واستدل أيضا بموقف عمر بن الخطاب الذي لم يغير موقع المقام بعد تحركه بسبب طوفان حدث في عهده وأعاده إلى مكانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن وصلت البرقية إلى الملك سعود جمع العلماء وطلب منهم دراسة برقية الشعراوي، فوافقوا على كل ما جاء في البرقية، فأصدر الملك قرارا بعدم نقل المقام، وأمر الملك بدراسة مقترحات الشعراوي لتوسعة المطاف، حيث اقترح الشيخ أن يوضع الحجر في قبة صغيرة من الزجاج غير القابل للكسر.
بدلا من المقام القديم الذي كان عبارة عن بناء كبير يضيق على الطائفين. ونكتفي بهذا القدر من سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي ونكمل في الفيديو القادم.